السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه القدس انفو هيديك معلومات قوية جدا عن تاريخ وجغرافيا القدس بطريقة ثلاثية الأبعاد، وتلاقي كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها، وبيديك نبذات تاريخية عن ايه اللي حصل، بحيث ان انت تبقى عارف تاريخ وجغرافيا المدينة. لو احنا جينا هنا، طبعا كل ما بتعمل زوم اوت بيبدأ يوريك اماكن اكتر، بس احنا عايزين نعمل زوم اكتر على المسجد الأقصى. طبعا المسجد الأقصى كل ده المسجد الأقصى، تمام؟ مش الجزء ده ولا الجزء دوت. ده هنا هتلاقي ده قبة الصخرة، وده اسمه المسجد القبلي، وهنا الباب ده يعني تحت شوية، اللي هو الباب المستوج او دبل جيت. ده يعني المفروض ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل منه للمسجد. فالمهم ان كل ده هو المسجد الاقصى، ليس الجزء ده ولا الجزء دوت. وده السنجل جيت، وهنا الباب الثلاثي. اغلب الابواب دي بقت مقفولة دلوقتي. وده حائط البروك اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ربط البروك فيه. وده باب المغاربة، ده الباب اللي اليهود مسيطرين عليه أثناء الحرب، سيطروا عليه وأخدوا المفتاح بتاعه دلوقتي، هما بيجوا يدخلوا من هنا وعايزين ياخدوا المساحة ديت عشان تبقى ليهم. وده مسجد البروك. اه تمام كده. كده كل ما نقف على حاجة يجيب لنا الاسم العربي بتاعه، وهيكون الموضوع اسهل بكتير. هيجيب لنا كل اسامي الاماكن. ربنا وعدنا ان شاء الله بالزيارة بعد تطهيرها من الاحتلال. دي مأذنة باب الاسباط، باب الأسياط، دي كلها أماكن، باب التوبة والرحمة. دي قبة النبي موسى، القبة النحوية. فهتقدر ان انت تتعرف على كل الأماكن اللي موجودة، وممكن نشوفها 3D. فتظهر معانا اهوت 3D بالشكل دوت. طبعا هي معمولة ليزر سكان، وممكن تكون الصورة تبقى اكتر جودة لو استنينا عليها تتحمل. ومن هنا نقدر ان احنا نلف في المكان ونبدأ ان احنا نشوف كل حاجة 3D. هسيب لكم رابط أسفل الفيديو، وتجربة ممتعة إن شاء الله.